عايز اتكلم مع حضراتكم النهارده فيما يخص النادي الاهلي في حاجتين مهمين جدا. يمكن انا اتكلمت عن موضوع كريم فؤاد امبارح، والحقيقه معظم الاهلاويه عارفين ومقدرين ان احنا الكلام اللي احنا بنتكلمه بنقوله علشان مصلحه النادي الاهلي. اذا كان هناك اعلان رسمي لاي صفقه فبيبقى الاعلان الرسمي من خلال قناه النادي الاهلي، وده اللي احنا اتعودنا عليه وده اللي احنا عارفينه من اول ما انشئت القناه وحتى الان. اي حاجه غير كده ما بنقدرش نتكلم فيها، اي حاجه غير كده من الممكن ان يكون هناك تفاوض في صفقه معينه، من الممكن ان يكون هناك تفاوض في مع لاعب معين، ولكن في النهايه هذا هو هذه هي طريقه النادي الاهلي. النادي الاهلي بيمشي بهذه الطريقه. احنا عندنا مؤسسه اسمها مؤسسه النادي الاهلي بتمشي بالطريقه دي. لا يمكن ان احنا نطلع احنا بره هذا السياق. لازم دائما لما نيجي نتكلم نتكلم بنفس طريقه المؤسسيه اللي بيتكلم بيها النادي الاهلي، وبالتالي لن يكون هناك اي صفقه رسميه ان لم يتم الاعلان عنها رسميا من النادي ومن قناه النادي الاهلي. النهارده او امبارح الحقيقه اتكلمت على موضوع كريم فؤاد، وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان كريم في كلام كتير على ان هو جاي النادي الاهلي، ولكن حتى هذه اللحظه انا لا اكذب الموضوع ولا بقول ان هو مضى. دي حاجه ما اقدرش اتكلم فيها دلوقتي، ولكن اللي انا اقدر اتكلم فيه مع حضراتكم انه عندما يتم التوقيع الرسمي مش من كريم، من اي لاعب في مصر، هتلاقوا حضراتكم من خلال شاشه قناه النادي الاهلي بنتكلم وبنعلن عن هذا الموضوع.